رز بلبن، بس المره دي عاملاه بطريقه كريمي اكتر وطعم كمان اكتر شويه. عندنا رز كوبايه رز، المقادير بس تنزل على الشاشه عشان على قد المقادير هتعملوها بالظبط. عندنا ميه، لبن، كريم شانتيه، جوز هند، سكر، كمان عندنا لبن بودره، وفي كمان كريمه حلويات، وفي ايه تاني، في فانيلا. خلاص عندنا كمان نشا لو حاسين ان احنا محتاجين، بس انا ان شاء الله مش هحتاج نشا خالص. خلاص، وجوز هند وزبيب للتزيين، وفي ناس بتحب تحط جوز هند جوه الرز. طيب اول حاجه هعملها ان انا هجيب الرز واجيب الميه واحطه عشان يتسلق اهو، واهو تمام. بعد ما يتسلق هنعمل ايه؟ هنا في البوله بتاعت الرز المسلوق، هنحط معانا هادي هنحط ثلاث ارباعه كده، وهسيب ايه حبه من هنا. ايوه يا هادي، اي حبيبي. طب اكلمني، انا عايزه اسمعك. اللبن اتفضلوا، هنحط اللبن كده. طيب انا هنا بس عشان ايه، هنا الرز المسلوق معاه اللبن هسيبه يغلي، معاه اللبن البودره، معاه كمان بودره الكريم شانتيه بتخليه دسم وحلو قوي قوي، معاه الفانيلا، خلاص السكر، ممكن احط سكر بودره على فكره لو يعني، بس ده هيسيح مفيش مشكله، ونقلب كويس قوي قوي. انا هنا هحط له نشا عشان يلحق بس ايه يجمد، لكن احنا لو في البيت ما نحطش نشا ان شاء الله، الرز مش هيحتاج نشا. انا هنا بس هحط نشا عشان ايه، انا فاضل لي ربع ساعه عشان يلحق بس يتقل المقدار ده يتقل. هقلبه كويس قوي، خلي بالكم احنا حاطين هنا رز مش بعد لما اتسلق شلناه من بره الحله، هحطه كده. اول ما يبتدي يغلي هحطه في الخلاط، بعد كده احطه تاني يتقل مع الرز اللي انا شايلاه على جنب. بص انا حطيت كل الرز بلبن هنا، سبت حبه صغيرين قوي عشان يبقى فيهم شويه لبن مع الرز ايه اللي انا هنزله دلوقتي. خلاص اهو، ان كان معاهم ايه شويه رز اهو كده. تمام، خليه يتقل بقى كده. هبتدي هنا اجيب الخلاط واحط فيه الرز بلبن ده. بس وهشوف ناقص اي سكر او اي حاجه ولا ايه. تمام كده، مظبوط قوي قوي، الله على جماله. والله ممكن نشربه سخن كده، جميل. طب هسيبه يغلي كده براحته خالص، بس ايه هجيب فخار هنعمل ساقع وسخن. ساقع يعني ايه؟ يعني رز بلبن في التلاجة عادي، ورز بلبن كده ايه هنحطه في طاجن فخار حلو كده وندخله الفرن لحد ما يعمل كراميلا كده من فوق وش كده مكرمل، وممكن نزود عليه رشة سكر لو عايزين، وناكله بالزبيب والمكسرات. بس هحطله هنا ايه شوية زبيب في النص جوه الرز بلبن، شوية جوز هند، أكمل ده هيتحط في الفرن أهو. أوكي نسيب بقى ده كده براحته خالص.